نبيل وزاء الرئيس الاقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد بعامة المحمدية، الان كنتواجدوا بشارع الحرية واللي كان مؤخرا بالامس رجال السلطات المحلية اللي داروا واحد التحرير الملك العمومي على بالمحمدية، وحنا كمنظمة حقوقية هذا الموقف اللي خداته السلطات المحلية حنا عجبنا، وحنا حتى حنا كنطالبوا ببعض الاحياء اللي خاصها تنقى، ولكن بالنسبة لهاد الباعة والمتجولين خاصنا لهم واحد البديل. هاد البديل شنو هو اللي كاين؟ البديل الحمد لله راه كاين جهات معنيه اللي ساهره على واحد المشروع ديال واحد السوق نموذجي، هذوك السوق النموذجي خاصو يتحل للفائده هاد الباعه المتجولين. وحنا عندنا مراسله في الموضوع للسيد العام العامه المحمديه، حيت هاد الناس اللي غادي يديروا الناس اللي محسيين، والناس اللي ما محسيينش غادي نشوفوا لهم شي حاجه البديل ديالهم. هاد الناس عندهم مسؤوليه ديال الاسر ديالهم، عندهم ديال العائلات ديالهم، وهاد القرار اللي خدا السلطات المحليه حنا راه عجبنا، حنا كمنظمه عجبنا وكنفتخروا بهذا القرار، ولكن من واحد الجانب خاصنا نفكروا لهاد الباعه والمتجولين، حتى هما خاص السوق النموذجي ديال اللي مؤخرا اللي تم التجهيز ديالو من جهات معنيه خاصو يتحل في الوجه لهاد الباعه، باش نوفروا لهم واحد المكان مناسب كذلك للتجار وكذلك الساكنه، باش يجيو يتقداو شي بلاصه تكون نقيه وكل شيء، وحنا مع هاد الباعه، حنا ماشي ضدهم، والقرار اللي خداته السلطات المحليه حنا راه عجبنا، ولكن خاصو نشوفوا ردوا لهم تما بالعين الاعتبار ديالهم، تبارك الله عليكم. السلام عليكم، انا من منطقه الساكنه مدينه محمديه، كنسكن في درب مكناس. المهم هاد القرار اللي خداه السلطات المحليه حنا تحنا فرحانين به، وتحنا بغينا تانا حل، فهمتيني؟ الحل لابد اختو يكون المجتمع كامل، كاع الخضار والدراري المضرورين ساكن تاهمايا، بحال البارح باللي جاو هزوا الكراس لعباد الله، فهمتيني؟ الناس كتجارب الليل، كاين اللي مشات ليه جدود بجاجه وسط الشانطي الجموع، فهمتيني؟ الناس هادو الله يجازيهم بخير، يديروا معنا شي حل، الله يرحم لكم الوالدين، هذه هي الهضره ديالي، شكرا. السوق هذا متنفس، هذا باش غادي يديروا الناس باش نجمعوا كل شيء، باش يكون واحد الفضاء يكون مرتاح ومزيان، هذا سوق مزيان. سوق مزيان وخاصنا نشوفوه ان شاء الله.